الكريم كراميل هنعمله محتاجين 10 بيضات كاملين، لتر ونص حليب، كوباية وربع سكر، بشر برتقانة، معلقتين صغيرين سائل فانيليا، وعشان نعمل الكراميل هناخد عصير البرتقانة اللي خدنا بشرها مع كوباية ونص سكر. اللي عايز يستبعد البرتقان تماما من الوصفة يقدر يعمل كده، بس أنا ما بحبسش، هي أحلى بكتير بالبرتقان. السكر عصير البرتقان وهنسيبهم مع بعض كده يتحولوا الكراميل. عندي هنا شوية برتقان فاضلين مش هسيبهم، قصدي سكر. تمام، وهسيبهم يتحولوا الكراميل براحتهم خالص. طيب ادي كده اول خطوة، الكراميل على النار ما بقلبوش، اقصى حاجة اعملها احرك الصينية كده بس اطمن ان هما ايه سخنوا مع بعض، نار عالية في الاول، ولما الاقيه بدأ يتكرمل اخد بالي واوطي درجة الحرارة علشان ما يتحرقش الكراميل ويمرر مني. كراميل البرتقال ده رائع، بيشيل اي زفارة من البيض لان فيه 10 بيضات كاملين في مقدار الكريم كراميل، فبيقضي على اي زفارة، مع ان بصراحة لو مستخدمين نوع فانيليا كويس الفانيليا برضو بتقضي عليه، فما تقلقوش من موضوع البيض ده خالص. عندي هنا حلة، الحلة دي هعمل فيها ايه؟ هحط فيها الحليب مع السكر. هنا بقى غير الكريم برولي، الكريم برولي بنضرب السكر مع البيض مع صفار البيض، هنا لا، هنا بنحطه يدوب في اللبن. فزي ما قلتلكوا هي فروق طفيفة بس بتدينا فرق في النتائج. الكريم برولي ده انا شايفة ان هو خلاص يعني ممكن نقفل عليه، انا طفيت درجة الحرارة بس سايباه في الفرن شوية، وهاجي هنا احط بقية اللبن. عندنا لتر ونص لبن، يعني لو انا عايزة اعمل مقدار صغير هعمل ايه، هعمل لتر الا ربع لبن مع 5 بيضات نص المقدار، هيديني مقدار صغير كده على قد يعني حبة صغيرين. هنا مع اللبن هعمل ايه، هحط السكر وهحط كمان بشر البرتقان، حدي كده تقليبة سريعة للبن مع بشر البرتقان مع السكر، وهنساهم بقى، هسيب اللبن يسخن يستخلص كل الريحة والطعم من بشر البرتقان، وانا كده ضامنة ان اللبن بتاعي لازم هيشيل زفارة البيض. طبعا تاني بأكد اللي هيستخدم نوع فانيليا كويس من غير بشر البرتقال برضو هيديله نتيجة ممتازة. طيب يبقى المرحلة الأولانية ان انا حطيت الكراميل بتاعي على النار، المرحلة التانية ان انا حطيت اللبن على النار، المرحلة التالتة البيض، والبيض هنيجي عند الخلاط، ممكن كبة على فكرة بس الخلاط بيدي نتيجة أحسن، ممكن عجينة بالمضرب السلك، كل ده ينفع. هحط البيض مع الفانيليا. تمام، المرحلة التالتة تمت بنجاح، فاضل فيها ايه؟ الضرب. هنضرب وبنضرب ليه؟ بنضرب عشان عايزين البيض ده يفتح في اللون، يهش في القوام، يعلى، يديني كل الحاجات اللي انا عملتها في الكريم برولي بس من غير السكر.
شفت الكريم كراميل بقى لونه فاتح؟ بقى تحول البيض من اللون الاصفر الغامق للون الاوف وايت الفاتح خالص. عالي، حلو كده جدا، انا راضيه عن النتيجه. في عمليات تسريب هنا. وهنجيب بوله، وفي البوله دي هنفضي البيض اللي ضربناه. هنلاقي فيه شويه رغاوي على الوش، ما تشغلوش بالكم بيها دلوقتي، هنشيلها في الاخر. ادي كده اول خطوه، البيض جاهز ومستني. طب هو البيض ده جاهز ومستني ايه؟ جاهز ومستني اللبن يسخن، عشان هنعمل له نفس العمليه اللي هي التامبرنج، اللي هي تغيير درجه حراره ببطء، عشان نضمن ان البيض ما يتاثرش ويفضل القوام كريمي ناعم ممتاز. الكريم كراميل اللي احنا بنعمله ده مشابه جدا لحلوى او نوع ديزرت يعني مكسيكي اسمه فلان. فلما حد يقول لكم انا جايب لكم فلان مكسيكي، تعرفوا انه جايب لكم كريم كراميل، مش اكتر من كده يعني. هو في حاجات مشتركه بين المطابخ ولكن تختلف الاسماء والتسميات مش اكتر. هنا احنا ليه يا جماعه حطينا بشر برتقان؟ عشان احنا اتفقنا ان الحراره بتستخلص الزيوت الطبيعيه من حاجات كتير زي كده البرتقان. يعني لما اجي اشم كده خلاص الريحه باينه برتقان قوي، واللبن سخن مش عايزاه يغلي، انا عايزاه يسخن بس كويس. هعمل ايه دلوقتي؟ هاخد اللبن وبنفس الطريقه اللي عملت بيها الكريم بروليه، الحراره بالراحه خالص، هنعمل ده برده في البيض. بس انا عايزه استخدم الكوبايه العياريه علشان ايه؟ ابقى نظيفه ومنظمه. هصب هنا وهصفي بقى. طب بصفي ليه؟ بصفي عشان عندي بشر برتقان، لو مش بتتضايقوا منه وما عندكوش مانع انه يفضل في الوصفه خلاص ما تصفوش. في ناس بتتضايق منه فبتحب تشيله، اوكي نشيله ما يجراش حاجه. فانا هعمل ايه؟ هصب كده حبه وعلى طول هقلب. عمليه التمبرنج او تغيير درجه الحراره ببطء. وانا بكمل هاخد نوره على التليفون. يا نوره اهلا وسهلا. ايوه حضرتك، ازيك يا مدام نوره؟ تمام الحمد لله، انت عامله ايه يا شيخ؟ الحمد لله يا حبيبتي، ربنا يخليكي. ربنا يكرمك يا رب. كنت عايزه اطلب من حضرتك طلب. اؤمريني يا حبيبتي. كنت عايزه اعرف طريقه المكرونه بشاميل. مكرونه بشاميل من عيني الاثنين يا حبيبتي، ونورتيني وشرفتيني. احنا اتسالنا ايه تاني غير المكرونه البشاميل يا كنزه؟ قولي لي كده اسئله النهارده عشان ايه، ونقول كده واحنا شغالين. كوسه بالبشاميل ومكرونه بالبشاميل. طيب تعالوا نقول الاثنين مع بعض لان فيهم حاجات مشتركه. صوص البشاميل للاثنين هيتعمل ازاي؟ لاحظوا انا خلصت، بس الاول اقول انا خلصت كميه اللبن اللي عندي، ولاحظوا هنا الكراميل بدا ياخد لون. ممكن بقى لما بدا ياخد لون كده بمضرب سلك اقلب تقليب بسيط. واخد بالي منه علشان هو كده معناه انه قرب. والكراميل مستو ايه بقى، او مش مستو، عيبه يعني، او الخدعه اللي فيه، التركيه اللي فيه ان هو يفضل فاتح 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 ومغلبنا، وفجاه نلاقيه غمق، وغمق دي بيبقى غمق بزياده. فمجرد بس ما يبدا ياخد اللون الفاتح اللي انتم شايفينه ده تاخدوا بالكم منه جدا وعينكم بقى عليه علشان ما يغمقش منكم. ناخد بقيه اللبن، ودي كده اخر مرحله في التمبرنج. خلاص احنا عملنا كله، شايفين الكراميل بيقول لي ايه؟ شيليني من على النار. ودايما بنشيل الكراميل من على النار درجه في اللون افتح من اللي احنا عايزينه. ليه؟ عشان الكراميل بيوصل لدرجه حراره 400 درجه مئويه، يعني لما انا اشيله هيفضل لسه يستوي شويه زياده، فشويه الاستوى الزياده دول هيغمقوه لو انا شايلاه على اللون المظبوط. فانا شايفه ان اللون ده كده بصوا زي القمر، كراميل وفاتح وجميل ومنور وزي الفل. نشيل ونسيبه يهدى ثواني. ومش لازم نسيبه يهدى كتير. ليه بقى؟
عشان لو سبناه يهدى كتير هيقفش وهيمسك ومش هعرف احطه في الطبق بتاعي. فانا هاجي بس بسرعه احط بقيه اللبن اللي اقدر خلاص اصبه مره واحده بما اني ظبطت درجه الحراره وعملت عمليه التامبرنج ببطء وبهدوء وبكل حاجه واحترمت التغيير واحترمت ان في بيض وما خليتش اي حاجه بتكنيك التامبرنج وخلاص وصلت للنتيجه اللي انا عايزاها. الرغاوي اللي على الوش دي لازم هشيلها بس مش دلوقتي. عندي طبق للكريم كراميل، هاجي في الطبق ده واصب صوص الكراميل. انا مش هسيب حاجه الصراحه، اصبر بقى اصبر على رزقك بقى. ليه كده بقيت قاسي انت؟ اه والله. بصوا بقى هنمشي الكراميل كده من غير طبعا ما نوقع، وارجوكوا حذاري ايديكوا عشان ده حرقه يا ساتر يا رب، حرق بشع. نوزعه بس في الطبق بتاعنا كده. انا ضمنت ان قالب الكريم كراميل بتاعي متغلف بصوص الكراميل بطريقه حلوه جدا. وهنعمل ايه؟ هنبدا باي حاجه، مغرفه كده او اي حاجه، نلم الفوم او الرغاوي والكريم كراميل. عايزه اوريكم انا عملت فيه ايه. انا صبيته في الطبق بالمنظر ده فوق الكراميل اللي احنا عملناه، وهيدخل الفرن في نفس حمام الميه على درجه حراره 100-120 بالكتير قوي علشان يظبط معايا ويستوي في حوالي ساعه او 45 دقيقه. يطلع يفضل في الثلاجه وقته براحته خالص علشان نقدر نتاكد ان هو تماسك معانا تماما، وبعد كده بنقلبه في طبق التقديم. ده طبعا عشان بيقعد ليله في الثلاجه، فانا مجهزه له واحد. الكريم كراميل اللي دخلناه الفرن اهو في نفس القالب بنفس الطريقه، مزوقينه تزويق بسيط جدا بشرايح البرتقال. ده انا عاملاه من امبارح طبعا عشان هو لازم يقعد ليله في الثلاجه. يا رب تكون حلقتنا فادتكم وعجبتكم.